خبرة 26 سنة بالأعشاب والطب البديل، وجايين احنا عن طريق معرض كشتبان، بيكون يعني في رعاية لأطفال التوحد نسبي من شغلنا لإلهم. ومنتجاتنا طبيعية من شغل إيدينا، وتنقل للجسم من الرواسب، ماسكات للبشرة، للشعر، للمفاصل، حجامة. يعني بنتواصل مع الناس، يعني بنروح لهم للرجال للستات، يعني خبرة في كل هاي المجالات. في عنا خلطات للشعر، للتقصف والتساقط وللصلع، يعني بفيد خلال أسبوعين ببلش يطلع الشعر. في الأعشاب تنقل للجسم من الرواسب، للأملاح، للقولون، تراكمات اللي حول العينين. في خلط الدبس 5-6 أنواع، يعني تقوية مناعة، تقوية للدم، للالتهابات اللي في الجسم، للفيتامينات الناقصة اللي في الجسم. جايين نشارك هنا في سوق الجامعة الأمريكية، نعرف طلابنا وطالباتنا والجيل الجديد بأنواع العسل الطبيعي العضوي، ونعرفهم بالمنتجات العضوية وجميع المنتجات المنبثقة عن العسل، اللي هي عبارة عن كريمات ومراهم وعلاجات وصوابين، وممكن تكون كمان صناعات ثانية اللي هي عبارة عن عسل بالمكسرات مثلا، أو خلط العسل مع حبوب اللقاح، أو خلطات مثل عسل السدر، عندنا خلطات مثل عسل الجبلي، عسل الأعشاب الطبية، صناعات زي هيك ممكن تكون من الشمع، من شمع النحل. كل الصناعات أو كل المنتجات المنبثقة عن العسل ومنتجات خلية النحل موجودة عندنا. تقريبا 35 سنة بنحترف هذه المهنة. طبعا هذه المهنة احنا توارثناها من الآباء والأجداد. هذه مهنة متوارثة، تربية النحل.